فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في ساحات الحرم، في ساحات الحرم المكي إذا أقيمت الصلاة فإن المأمومين يصلون جماعات متفرقة، هل يجوز وهم خلف الإمام، هل يجوز أن أصلي مع إحدى هذه الجماعات أم علي أن أذهب إلى أقرب جماعة متصلة الصف وقد تكون بعيدة عني؟ هذا أفضل وأحوط لك أنك تذهب إلى الصفوف المتصلة تدخل معها، وإذا كان هذا يكلفك أو الوقت ضيق وتخاف أن تفوتك الصلاة صل معهم لا بأس، صف معهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.